بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، معاكم مستر بتاعت الغيطي من قناة ذاكر الحساب. بداية كده هتسمع أصوات غريبة وكلام من ده في الفيديو، علشان بس في سوق جنبنا، فإيه مفيش حد يعلق بقى وأهم حاجة بقى إيه كله يركز في الإيه في الشرح. أنا كنت ممكن أسجل في أي وقت تاني، بس أنا قلت ده يعني عشان إيه ده الوقت اللي أنا فاضي فيه الصبح. طب تمام، تعالى كده هنتكلم النهارده عن الدرس التاني اللي هو بيتكلم في الهندسه، اللي هو بيتكلم عن موضع نقطه ومستقيم بالنسبه لدائره. موضع نقطه ومستقيم بالنسبه لدائره، هتقولي يعني ايه؟ مالكش دعوه بالعنوان، ولا كاني قلت حاجه. تمام، ولا كأني قلت حاجة. دلوقتي لما يكون عندي دايرة كده، وقلنا طبعا ان قبل كده ان ده مركز الدايرة ميم وبياخد الرمز ميم. نصف القطر، وطبعا احنا قلنا تعريف القطر وتعريف نصف القطر. هيجي لك بقى يقول لك ايه؟ قلنا طبعا نصف القطر رمزه نق. لما يجي يقول لك بقى ميم الف، ميم الف ده على طول عبارة عن خط مرسوم بقى. هل يا ترى الخط المرسوم ده في حد ذاته هل يا ترى بيساوي نص القطر، ولا الميم الف ده؟ وطبعا الميم ده الخط ده بدايته من عند الميم اللي هو مركز الدايره. خلاص، هل يا ترى هيكون الميم الف ده هيكون اكبر من نصف القطر، ولا هيكون الخط ده اللي هو الميم الف ده هيكون اصغر من او اصغر من نص القطر؟ ركز معايا قوي في الكلمتين دولت عشان تفهم الدرس. يبقى الميم الف ده عباره عن خط بدايته من عند مركز الدايره، وحتى هو جايب لك هنا ميم. فهل يا ترى الميم الف ده الالف ده بقى هتكون فين؟ على الدايره ولا بره الدايره ولا جوه الدايره؟ وده معنى الكلام. لما يقول لك مثلا دايره او دائره طول نصف قطرها 5 سنتي، دايره طول نصف قطرها 5 سنتي، وكان ميم الف مثلا بتساوي 5 سنتي، الميم ألف بتساوي مثلا 3 سنتي، والميم ألف بتساوي مثلا 7 سنتي. هل يا ترى ركز بقى في اللي أنا هقوله ده. دلوقتي أنت عندك نص القطر بكام؟ ب 5 سنتي. طب الميم ألف ده عبارة عن خط مرسوم بدايته من عند مثلا الميم، فبقول لك الخط ده طوله 5 سنتي. لو جيت تبص هتلاقي إن الميم ألف طولها بتساوي نصف القطر، يبقى في الحالة ديت الخط هيكون هنا. يبقى الألف ديت نقطتها هتكون على إيه؟ على الدايرة. هنقول هنا يبقى الألف ديت أو النقطة ألف ديت تقع على الإيه؟ على الدايرة. يبقى النقطة ألف هنا تقع على الإيه؟ الدايرة، لأن الميم ألف في نفس الوقت هتساوي نصف القطر. طب لو كان مثلا ميم ألف ب 3 سنتي هيكون إزاي يعني؟ يعني مثلا هيكون ميم ألف كده ب 3 سنتي كده، هيكون أقل من الخط ده؟ إحنا قلنا ده ب 5 سنتي. هيكون ده ب 3 سم، يبقى الالف هتكون هنا. يبقى في الالف ديت هتكون جوه الدايره ولا بره الدايره؟ هتكون طبعا النقطه الف هنا في الحاله ديت هتكون داخل الدائره، هتكون داخل الايه؟ الدايره. طب تمام، طب لما يجيب لك بقى يقول لك الميم الف دي ب 7 سم، يبقى في الحاله ديت هتكون الميم الف هنا اكبر من نصف القطر، نصف القطر الدايره لحد هنا 5 سم. طب لما يجيب لك بقى يقول لك الميم الف ب 7 سم، يبقى هيكون كبير قوي. يبقى النقطة ألف ديت هتكون طلعت بره الدايرة، ففي الحالة ديت هتكون الألف هتكون خارج الدائرة، هتكون خارج الإيه؟ الدايرة. يبقى الميم ألف ده عبارة عن خط بدايته مرسوم من عند الميم. دي أول نقطة لازم تخلي بالك منها. طيب السؤال بيجي كده في الامتحان، ممكن يجي كده في الامتحان، بس هو سهل جدا، ما أعتقدش إن هو ممكن يجي كده عشان مش هجيب لك حاجة سهلة كده. طب مثلا مثال، لو اجي لك مثلا اذا كانت الدائره طول نصف قطرها 5 سنتي برضو، والف نقطه في مستوى الدائره، والف نقطه في مستوى الدائره، وكان الميم الف الخط المرسوم اهوت من عند نصف القطر او عند مركز الدائره بيساوي 3 س ناقص 1. فقول لي يا سيدي اوجد قيم س
عندما تقع الألف خارج الدائرة، وعندما تقع الألف داخل الدائرة، وعندما تقع الألف على الدائرة. يبقى النصف القطر بكام؟ بخمسة سنتي. وقال لك ان الميم ألف الخط المرسوم بيساوي 3 س ناقص 1، يبقى كده بقت معادلة. عايز قيمة السين لما تكون الألف بره الدايرة. لما تكون بره الدايرة يبقى في الحالة ديت، في الحالة ديت اللي هي الميم ألف، الميم ألف هتكون أكبر ولا أصغر من نصف القطر؟ ركز معايا كده. لما يكون الخط كده أدى الدايرة كده مثلا، ويكون ميم ألف خارج الدايرة، يبقى في الحالة ديت هيكون الخط ده أكبر من نصف القطر. أكبر من إيه؟ من نصف القطر. ده بالظبط كده اللي إحنا هنعمله. هنقول بما أن الألف خارج الدايرة، أو بما أن الألف خارج الدايرة، إذا ميم ألف أكبر من نصف القطر. يبقى ميم ألف بقى اللي هو بيقول لي إيه؟ 3 س ناقص 1 أكبر من إيه؟ من نصف القطر، اللي هو بكام؟ ب 5 سم، بقت متباينة. السالب 1 ده يروح الجهة التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 س أكبر من 5 زائد 1، يبقى 3 س أكبر من 6، هقسم على 3. يبقى ده يروح مع ده، والسين هيكون اكبر من مين؟ من الاثنين. السين هيكون اكبر من مين؟ من الاثنين. ركز معايا. يبقى تاني، عشان قال لك ان الميم الف اكبر او خارج الدايره، يبقى في الحاله ديت هتكون الميم الف هو عباره عن اي خط مرسوم، وطبعا بدايته من عند مركز الدايره، هيكون اكبر من مين؟ من النصف القطر. وبقت متباينه، هتحلها عادي جدا، هتبقى متباينه وحل، وطبيعي جدا انك تحلها. هنا بيقول لك ال او المتباينه طلعت س اكبر من الاثنين. معنى كده ان الرقم اللي هيطلع ممكن يكون 3 4 او 5 او 6 الى ما لا نهايه، او 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 الى ما لا نهايه. اقول له اذا الس بتنتمي لايه؟ الس بتنتمي إيه؟ للاثنين والما لا نهايه. يعني اي رقم اكبر من الاثنين وما لا نهايه بقى. واحد يقول لي مثلا، يعني انت عايز تقول لي ان قيمه السين ديت ممكن تطلع مثلا مليون؟ ممكن تطلع مليون عادي، ايه المشكله؟ يعني في دايره ايه اللي هيكون مثلا النص القطر بتاعها او القطر بتاعها مليون؟ عندك المجره. ما الحاجات دي ما بتستخدمش في الرسومات اللي عندنا في الكتب بس، لا ده في الفضاء برضو. مجرات، قطر، قطر مثلا كوكب، قطر مثلا نجم، قطر او نصف قطر مجره، حاجات من دي، والثقوب السوداء والحاجات دي. طب لما يكون الف داخل الدايره، اقول بما ان الف داخل الدايره، يبقى في الحاله ديت هيكون الميم الف اكبر ولا اصغر من نصف القطر؟ هتكون طبعا فعلا اصغر من نصف القطر. ماشي، تعال بس هنا كده ركز بس في الحته اللي هي ديت، هتكون الميم الف اصغر من ايه؟ من نصف القطر. يعني اصغر من نصف القطر كام يعني؟ يعني مثلا نصف القطر 5، هتكون ميم الف مثلا قيمه الالف او ميم الف هتكون مثلا ب 4 3 2 1 0. تمام، بس لازم اعمل لها حد، لازم اعمل لها حد. ازاي يعني؟ يعني ما اقولش انا قلت نصف القطر 4، يبقى قيمه الميم الف ما دام داخل الدايره يبقى هيكون اصغر من 5، اصغر من نصف القطر 4 3 2 1 0. لازم احط لها حد بقى، لان لو سكت لحد كده في العلاقه ديت يبقى كده غلط، لان كده انا هكمل سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، لان الهندسه ما فيش فيها سوالب. يبقى انا اقول له لازم بتكون الميم الف اكبر من او تساوي الصفر. يعني هي ممكن تكون نصف القطر او قيمه الالف بيساوي نص صفر، ممكن تساوي صفر، ممكن تساوي صفر. تمام، يبقى نعيد تاني. لما يكون لما يجي يقول لك الف داخل الدايره، عشان في طلبه كتير بتنسى الحته ديت، داخل الدايره يبقى لازم يكون في متباينه ولها جهتين. داخل الدايره يعني اصغر من نصف القطر، مثلا اي نصف قطر مثلا بيقول لك ب7، يبقى هتكون مثلا قيمه الالف 6 5 4 3 2 1 0. ولازم اوقفها لحد كده، لان لو سبتها كده يبقى انت كده هتتمادى في الارقام السوالب، والهندسه مش فيها سوالب. طب تمام، الميم الف بكام؟ الميم ألف بثلاثة سين، بثلاثة سين ناقص واحد، ثلاثة سين ناقص واحد، وأحط بقى وأعوض المتباينة دي بصفر، ونصف القطر، قال لي نصف القطر يا سيدي بخمسة سنتي. بقت متباينة. بقت إيه؟ متباينة.
هنا ده السالب واحد يروح هنا بالموجب واحد، هنا برضه هيروح بالموجب واحد، هتبقى صفر زائد واحد في واحد اصغر من او يساوي 3 س، دي طبعا هتروح ولكنها موجوده. بقت 5 زائد 1 يديني 6، هقسم على اللي قدام السين، وطبعا دي متباينه، هنا 3 وهنا 3 وهنا 3، هتبقى تلت زي ما هي، ودي هتروح مع دي تفضل لسين، و6 على 3 فال ايه؟ فال الاثنين. يبقى هيكون قيمه السين ما بين التلت والاثنين. اقول له اذا سين تنتمي، خلي بالك دي فتره مقفوله عشان اعجاب علامه اليساوي، يبقى تلت و الاثنين، تمام؟ والاثنين دي فتره ايه؟ مفتوحه، لازم تدي لها ظهرها كده. ماشي يا شباب؟ يبقى الحته دي مهمه جدا جدا جدا. طب لما يجي يقول لك بقى ان قيمه السين، او عايز قيمه السين لما يكون الالف على الدايره، معنى كده هتساوي نصف القطر. اقول له اذا الميم الف هتساوي نصف القطر، ما دام على الدايره بتساوي نصف القطر. طب الميم الف بكام؟ 3 س ناقص 1 نصف القطر بكام؟ ب5. معادله دي هتروح الجهه الثانيه، يبقى 3 س بتساوي 5 زائد 1، يبقى 3 س بتساوي 6، هقسم على 3، دي تروح مع دي، يبقى 6 او س بتساوي كام؟ 2، فهتكون هنا قيمه الس ب2. وطبعا لسه هنحل برضو في تمارين كتاب المعاصر، يعني انا مش مستكفي بالتمارين ديت طبعا، او بشويه المسائل ديت، لسه هنحل من كتاب المعاصر. طب تعالى بقى ننتقل لجزئيه ثانيه علشان نقدر نحل كتاب المعاصر دلوقتي. لما يكون انا مثلا عندي دايره وعندي خط مستقيم، وعندي خط مستقيم، في ثلاث حالات، في ثلاث حالات هيكون الخط المستقيم ده، بيكون الخط المستقيم ده بيجي فيهم مع الدايره، بيعمل علاقه فيهم مع الدايره. ادي اول واحده فيهم، لو كان مثلا هنفترض ده مستقيم، طبعا هو ده شعاع بس مش مشكله، دي الحاله الاولى لما يكون مستقيم كده، ولا مثلا دايره ثانيه لما يكون عندي العلاقه الاولانيه او الشكل الاولاني، دي دايره، وطبعا احنا قلنا قبل كده ان الجزء الابيض اللي جوه ده اسمه سطح الدايره، والحته السوداء ديت او الخط الاسود ده اسمه الدايره ذات نفسها، وده مستقيم. لو جيت تلاحظ هتلاقي المستقيم، لو جه قال لك المستقيم ده بياخد رمز لام، بياخد الرمز لام. لو قلت لك المستقيم لام، طبعا هو خارج بره الدايره، خارج الدايره. لو قلت لك المستقيم لام تقاطع الدايره ميم، هل يا ترى المستقيم لام والدايره ميم ذات نفسها تقابلوا مع بعض؟ لا طبعا خالص، ادي الفراغ ما بينهم، يبقى في الحاله دي هتكون فاي. ولما يكون اللام او المستقيم بره الدايره، خارج الدائره. طب لو قلت لك المستقيم لام تقاطع مع سطح الدايره، وقلنا سطح الدايره اللي هو الجزء الابيض اللي جوه، هل يا ترى هتقابلوا مع بعض؟ لا طبعا برضه، فهيديني فاي. طب لما يكون المستقيم لام ده ممثل للدايره، اهي دي بقى الجديده النهارده، دي اسمها مماس، مس الدايره من بره، مس الدايره من بره. المستقيم لام مس الدايره من بره، فلما مسها من بره اتقابلوا في النقطه ديت، اتقابلوا في النقطه ديت. فلما اجي اقول لك ان المستقيم لام الاحمر ده تقاطع الدائره ميم، ولما اقول لك المستقيم لام تقاطع سطح الدايره، وتخلي بالك بالله عليك من الفرق ما بين كلمه الدايره وسطح الدايره. المستقيم لام تقاطع الدايره ذات نفسها اللي هو الخط الاسود ده، اتقابلوا في النقطه ديت، ومثلا هنديها بالرمز الف، تمام؟ والمستقيم لام تقاطع سطح الدايره اللي هو الجزء الابيض ده، اللي هو الحته البيضة ديت، برضه في نفس الجزء اللي هو برضه او في نفس النقطه لام. طب هنا، طبعا هنا المستقيم ممثل للدايره، عشان لما يجي لك اكمل، يبقى خارج الدايره ما فيش تقاطع ما بينهم خالص، على طول بيديني فاي. طب لما يكون المستقيم ممثل للدايره، على طول بيتقاطع في نقطة واحدة، سواء سطح الدايرة أو سواء الدايرة، ما دام المماس، مماس مماس. طب تعالى كده، المستقيم اللام الأحمر ده مع الدايرة ومع سطح الدايرة، لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا اتقابلوا في نقطتين، في النقطة دي وفي النقطة دي. عشان كده لما يجي يقول لك المستقيم لام تقاطع الدائرة، الدايرة مين؟ الدايرة لو الخط الأسود،
اتقابلوا فين؟ اوعى تقول لي مثلا هنسمي دي سين وصاد، اوعى تقول لي في السين صاد، لا هيبقى في النقطتين سين وصاد، في النقطتين ايه؟ سين وصاد. طب لما اجي اقول لك ان المستقيم لام تقاطع سطح الدايره، سطح الدايره اللي هو الجزء الابيض، الجزء الابيض شوف الحته دي كلها اتقابلوا في النقطه ديت، في القطعه المستقيمه ديت، فهتقول له سين صاد، القطعه المستقيمه سين صاد. اما مع الدايره ميم في نقطتين سين وصاد. ركز، انا عايزك تفهمها مش عايزك تحفظها، كل الطلبه بتحفظها، انا عايزك تفهمها. تمام تمام. يبقى المستقيم لام تقاطع الدايره ذات نفسها اللي هو الخط الاسود ده اتقابلوا فين؟ في النقطه دي والنقطه دي. والمستقيم لام اتقاطع لما اجي اقول تقاطع مع سطح الدايره اللي هو الجزء الابيض اتقابلوا في القطعه المستقيمه ديت اللي هي س ص، س ص. طيب اخر جزئيه بقى عشان نختتم بيها الدرس ده، لما اجي اقول لك مثلا ادي الدايره اهيت واجيب لك مستقيم عليه ممس، لما اجيب لك مستقيم ممس كده ايه اللي هيحصل؟ وتقابله في النقطه دهيت وهنا طبعا نصف القطر، في الحاله دهيت بيكون عمودي، المستقيم لام بيكون عمودي على نصف القطر. يبقى السؤال بيجي لك الممس، الممس ده اسمه مس للدائره، للدائره يكون، يكون ايه؟ عموديا. ومعنى كلمه عموديا يعني بيعمل زاويه بالقياسه ب 90 درجه على نصف القطر، على ايه؟ نصف القطر من نقطة التماس، دي اسمها نقطة التماس، من نقطة التماس. طب لما تلاقي بقى ايه؟ لما تلاقي مثلا نفس النظرية بالظبط كده بس تلاقي فيه قطر، برضو نفس الكلام، المستقيم العمودي على قطر الدائرة من إحدى نهايته، هذا القطر، هذا البداية وهذا النهاية، من إحدى نهايته يكون مماسا لها. المستقيم العمودي على قطر من إحدى نهايته يكون ايه؟ مماسا لها، يكون مماسا لها. طب تمام، لو جاب لك، لو جبت لك بقى دلوقتي كمان ممس من الناحيه الثانيه، يبقى كده بقى عندك ممسين، كده بقى عندك ممسين، الممس ده عمل 90 درجه والممس ده برضو عمل 90 درجه. لو جيت تلاحظ هتلاقي ال 90 درجه ديت مع ال 90 درجه يديك 180، يبقى اذا الزاويتين دول متداخلتان، وما دام متداخلتان يبقى كده في توازي، يبقى كده في ايه؟ في توازي، يبقى كده في توازي. يبقى لما يجي يقول لك بقى السؤال او النظريه الممسان لدائره المرسومان، المرسومان من نهايتي القطر في الدائره يكونان ايه؟ نقط متوازيان. الممسان المرسومان من نهايتي القطر في الدائره يكونان متوازيان لانهم ايه؟ متداخلتان وممكن يكونوا متبادلتان كمان. خلاص احنا كده خلصنا النظري بتاعنا، احنا كده خلصنا النظري بتاعنا، احنا كده خلصنا النظري. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد كده، الفيديو اللي جاي هنشرح من تمارين كتاب المعاصر، علشان بس الفيديو بيبقى طويل جدا وبيقعد فتره كبيره جدا عم بتعمله مونتاج وترفع على اليوتيوب. فانا عايز، انا عايزك يعني ايه اقول كلمه كده، انك ما تملش ولا تتضايق من الهندسه. على فكره والله الهندسه سهله جدا، ولا انا بقول كده علشان انا المدرس، لا بجد هي فعلا سهله، بس انا عايزك بس تركز، تركز ويعني وتصفي نيتك وتحل كتير. معاك كتاب المعاصر وتجيب كمان كتاب الاضواء، انا بقول لك اهو تجيب كتاب الاضواء، كتاب الاضواء مع كتاب المعاصر هيخليك فعلا بيرفكت في الهندسه. طيب ادي حاجه، والحاجه الثانيه انا مش هسيبك، انا مش هسيبكم، هجيب لكم ورق مهم جدا وهجيب لكم كلام مهم جدا ومسائل حلوه جدا، حاجات يعني بصراحة هيجي منها الامتحان بإذن الله، بإذن الله في أي محافظة، أنا ما بتكلمش بس عن محافظة عندنا في الدهلية، لا في كل محافظة. بس طبعًا ما ينفعش أطلع لك الكلام ده وأنت لسه مخلصش المنهج. يعني في ناس بتقول لي أنا عايزك تجري في الهندسة أكتر من الجبر، خلاص ماشي إحنا هنجري في الهندسة. وأنا عايزك برضو الفيديو اللي تشوفه تنزله عندك على التليفون أو حتى على التاب أو حتى على الجهاز اللاب بتاعك عشان ترجع له في أي وقت. يبقى بالنسبة لك مرجع، تسمع له، تسمع له كتير. هتيجي تبص هتلاقي الهندسه سهله جدا. الهندسه تبقى سهله امتى؟ هتبقى سهله امتى؟ لما تحل كتير، لما تراجع. اما دلوقتي هتكرهها طبيعي جدا،
ان انت بتاخد افكار كتيره وبتاخد مسائل كتيره وبتاخد دروس كتيره، بتروح المدرسه ما انتش فاهم حاجه، بتروح الدرس بتاعك ممكن تلاقي معلومه متضاربه مع معلومه المدرسه، ده اذا اصلا انت بتروح المدرسه. ايا كان بيحصل تضارب. انا بقول لك مش عايزك تقلق، انت كده طبيعي عادي خالص، بس انت امتى بقى هتعرف تلم نفسك في الماده؟ لما تراجع وتاخد حل مسائل كتيره وتيجي تبص في الاخر هتلاقي المسائل دي كلها هي فكره واحده، بس هو بينوع لك في شكل المسائل. ان شاء الله انتظروني، ممكن الفيديو ينزل النهارده بالليل او بكره الصبح، واشوفكم خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.